دكتور محمد، هيبقى نفس السؤال في ما الذي ايه ما هو حجم الأذى الذي سيقع علينا سيلحق بنا من احتفالات مجموعة من الشيعة بيوم عاشوراء داخل الحسين؟ البعض يقول فليحتفلوا وليمضوا بعد ذلك في طريقهم ويعودوا إلى بيوتهم. أولا أستاذ وائل، اسمح لي في كل معظم الكلام الذي قيل تسطيح للقضية وتفريعات وتجزئة دون أن نضع أيدينا على نقطة الارتكاز. ما هي نقطة الارتكاز؟ نقطة الارتكاز أولا قبل أن أذكرها أحب أن أبدي بعض الملاحظات على الكلام الذي قيل. تفضل. الأستاذ الفاضل تكلم كلام متناقض. والأخ الفاضل تكلم كلام متناقض الكلمة وضدها. حضرتك قلت إحنا في مصر نحن مسلمون. وكلمة الإسلام كلمة جامعة. والله يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. إذن أنا عندما أنسلخ بطائفية أو بعصبية أو بحزبية خارج المظلة الجامعة، مظلة الإسلام، إذن أنا أميز نفسي بشارة، بتميز، بانفصال عن هذه الدولة أو عن هذا المجتمع أو عن هذا الاسم الجامع الذي اسمه الإسلام. الأمر الثاني يعني كده الشافعي لا ما تقاطعنيش ما تقاطعنيش لا لو سمحت لا 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 ما بس ملاحظه في الاخر الشافعي لا 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 ده اللي حصل ما تريد لا حضرتك ده اللي حصل لا ده اللي حصل يا اخي الشافعي والمالكي والحنبلي والوهابي والصوفي بينسلخوا افهم الكلام بس ايد انا ايدت كل انت احنا مشينا كويس جدا في الحوار انا عرضتكم انا اتكلمت ايد ما تريد ورد طيب يعني يا جماعه يعني لا داعي للعصبيه بالزبط. يعني لا كلامك سيؤدي الى ان يغير قناعاته ولا اعتقاداته لا ربما ولا لكن احنا مش محتاجين هذه العصبيه بالظبط انت محتاج ان انا اقنع المشاهد يا اخي الكريم ايد كل اعتراضاتك مش ده اللي حصل معايا يا دكتور انا اتكلمت قالوا دي مناقشه علميه انا قدام الاستاذ وائل انا فتحت طيب طالما هو حضرتك ما عملتش ده طالما هو رفض ذلك انا اسف جدا لحضرتك انا اسف الامر الثاني التناقض الغريب انه قال ان الصحابه ليسوا معصومين والاستاذ الفاضل قال الائمه معصومين فهل الائمه افضل من الصحابه الصحابه الذين اثنى الله عليهم في القران الكريم وخرضي الله عنهم ورضوا عنه هل الائمه ذكرهم الله في القران الكريم واثنى عليهم عندما اقول الصحابه ليسوا معصومين ثم نقول الائمه معصومون هذا تناقض غريب الأمر الذي أريد أن أدخل فيه نتفق جميعا كما تفضلت على أن الاعتقاد أمر باطني لا علاقة لنا به وأنا لست هنا في أن أحاكمك في اعتقادك ولا أن تحاكمني في اعتقادي لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء وكلنا مسلمون والعلماء يقولون لا يخرج العبد من الإسلام إلا بجحد ما أدخله فيه وأنت تنطق بشهادتين وأنا أنطق بشهادتين إلا إذا جاء أي منا بما يخالف القطعي الثابت المعلوم من الدين بالضرورة يحكم عليه القضاء بأنه خارج عن الإسلام كويس جدا يعني أنت تضع قاعدة لكي نتفق عليه نتمنى أنها تسود وتنتهي إن شاء الله أنا ضد ليه الاحتفال أنا مش ضد الاحتفال لما أنت تعلم في أصول الفقه أن الأحكام عوارض يعني الشيء قد يكون مباحا ويحرم في مكان والشيء قد يكون حراما ويحل عند الضرورة أنا الآن أحافظ على تماسك المجتمع الإسلام كما يقول ابن خلدون نظام وفوق النظام سلطان يعني احنا لابد أن ندور في فلك النظام بتاع الدولة وأنا عجبت جدا لما قلت أن احنا نعيش في بلد ونحترم الدستور ونحترم القانون ويقول ولائي لمصر ولائي المصر ولا يجب أن يشكك فيها كل هذا أمر طيب إذن نحن ضد تفكك المجتمع عندما أنا أخرج بطائفة الشيعة تاني يخرج بطائفة الوهابية التالت يخرج بطائفة الإسماعيلية التالت يخرج بكذا يؤدي إلى تفسخ المجتمع وإلى تناحره وإلى آخره وعندنا في الشريعة قاعدة اعتبار المآلات يعني الشيء الذي يحل عندي إذا كان يفضي في المآل
إلى ضعف الدولة وإلى تفككها وإلى تفسخها وإلى فرط النظام في الدولة، فلا بد أن كل وطني مخلص أن يحافظ على هذا المجتمع وعلى تماسك المجتمع. إذا نحن ضد التعصب، نحن ضد الطائفية المذهبية، نحن ضد تفكيك المجتمع. وهذا المجتمع، شوف يا أخي أنا أقولك بصراحة قدام الأستاذ وائل، مصر ليست شيعية ولن تكون من الآخر، مهما فعلنا ومهما دعونا ومهما ارتكبنا، مصر سنية ليست شيعية ولن تكون. وعلى فكرة أنا عندك إحساس أن البعض عايز أن يجعل مصر شيعية؟ أنا سأوضح لك، أنا لولا المقام البرنامج محدد في قضية معينة، أنا التقيت بأئمة الشيعة وعلى اتصال بالشيخ التسخيري صاحب دعوة التقريب ومجمع التقريب، وقلت له في بلاد العربية لن يفيد إيران ولا الشيعة أن تتحول أفراد أو أن يتحول أفراد في مصر إلى شيعة. نحن لا يفتنن شيعي عن شيعته، في إيران لا نفتن الناس، يعني لا يجوز أن أنا أروح أصنع قواعد أهل السنة وأقف في الحوزات العلمية هناك لكي أفكك المجتمع الإيراني. لماذا نرضى لمصر أن يتفكك المجتمع المصري ويتحول إلى طائفية ويتحول إلى حزبية ويتحول إلى تناحر؟ ولا يخفى عليكم جميعا أن هذا التناحر يؤدي إلى ضعف الوطن، عندما نتناحر ونتفكك ونتنازع فإن هذا يؤدي إلى ضعف الوطن. الأمر الثاني يا أستاذ وائل، الحسين رضي الله عنه عقيدة وجهاد. الحسين أنت الأخ الكريم اللي بيبص الآن في المعلومات في البتاع قال إن سيدنا النبي لطم على صدري عشان حمزة. لماذا لا تحزنون على حمزة؟ نحزن على حمزة ونقيم الحزن عليه أيضا. كويس. وتحزنون على الحسين. نعم. وبقية ونحزن على النبي ونحزن على السيد الزهراء ونحزن على اكتب. لماذا لا نحزن جميعا على بقية الصحابة؟ ونحزن على الصحابة. لا أنا ما قطعتكش أنت بتسألني. رد. لا أنا ما سألكش أنا بتكلم. أنت رد. تفضل. لماذا لا نحب الحسن كما نحب الحسين ونحتفل بالحسن كما نحتفل بسيدنا الحسين؟ الحسين عقيدة وعلى الرأس، وكل المصريين يحبون آل البيت، لا مزايدة في ذلك. الحسين قدوة في التعبد، الحسين قدوة في منهج الله عز وجل. إذن أنا هنا لا أمثل وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف يمثلها وزير، وقد تكلم بالكلام المنطقي الوطني بالأمس وأنا استمعت إليه. إنما وزارة الأوقاف لم تغلق المسجد، المسجد وضع في الإسلام لعبادة الله عز وجل، إذن المسجد مفتوح، المسجد طول العام مفتوح. ما دخل شيعي ولا غير شيعي إلى المسجد وطالبته وزارة الأوقاف أن يبرز هويته، أنت شيعي ما تدخلش أو أنت سني ادخل. لكن يا أخي مبدأ سد الذرائع يا أستاذ وائل، عندما يستشعر وزير الأوقاف وتستشعر الدولة بأن هناك خطرا من هذا الاحتفال في هذا الوقت، قبل وزير الأوقاف وقبل الدولة الشرع يمنع، لأن الشرع لا يريد فتنة بين العباد ولا يريد فتنة في البلاد. إيه الفتنة اللي هتندلع وتشتعل من احتفال مجموعة من الشيعة ممكن انهم يصلوا ان هناك طائفة اخرى ان هناك طائفة اخرى قد لا تتقبل هذا فتتربص بهذه الطائفة، وهذه الطائفة تتربص بهذه الطائفة، ويحدث فتنة في المجتمع. وانا كمسلم من حقي ان افتي بمنع الفتنة في المجتمع، ولرجل الامن ان يمنع خوفا من اندلاع فتنة في المجتمع. البلد لا يخفى علينا جميعا تمر منذ سنوات باضطرابات، ولابد لكل مواطن مخلص لهذا الوطن أن يحافظ على تراب هذا الوطن وعلى وحدته وتماسكه من القلاقل والاضطرابات في هذا الوقت. أنا قلت الحسين رضي الله عنه عقيدة وجهاد، أنت تحتفل به في بيتك، أنت تحتفل دون المظاهر التي تشعر العصبية وتفكك المجتمع وتجعل الآخر يتربص بي. أيا ما كان أنا أستشعر كعالم أو كداعية بأن هناك فتنة سوف تحدث، وربما لا تحدث، لكن أنا خوفا، والقرآن الكريم يعلمنا أنا مش هستنى أنها تحصل، مش هستنى ما تقع. وأنا أقول بمنع هذا، بمنع أنا أغلقت الضريح
خوفا من الفتنة وخوفا من الاضطرابات والقلاقل في البلاد، لكن أنا ما أغلقت المسجد، المسجد مفتوح لمن أراد أن يصلي. ما هو الذي يضيركم في هذا؟